بسم الله الرحمن الرحيم، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الأمين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. نحمده سبحانه وتعالى وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى متحدثا عن الذين أعرضوا عن ذكر الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آيتين، الأولى تصف لنا الأمة الإسلامية أمة القرآن. القرآن هو الذي أعز الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة. والملاحظ عن القرآن أن كل شيء أو كل إنسان أو كل عمل ارتبط بالقرآن عظمه الله سبحانه وتعالى ونصره وأيده في طريقه. هذا فقد عظم الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بسبب القرآن العظيم، لأن القرآن عظيم، لأن القرآن عظيم وعظمته آتية من كونه كلام رب العالمين. فالله عظيم وكلامه عظيم، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الرب العظيم كلامه عظيم. القرآن نزل في رمضان فعظم الله ذلك الشهر، أنزل القرآن في ليلة القدر فعظم الله تلك الليلة، عظم الله تلك الليلة، أنزل القرآن على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فكان خير البشر، عظمه الله سبحانه عز وجل. نزل القرآن على أمة محمد فكانت خير أمة أخرجت للناس. وهكذا نجد أن القرآن كل من اتصل بالقرآن وارتبط بالقرآن عملا، فهما، تلاوة، تطبيقا، إلا أعزه الله ونصره الله وأيده الله. من ناحية أخرى، لو نظرنا إلى نظرة أو إلى هذه العزة وهذا النصر المبين الذي جعله الله سبحانه لمن يتمسك بالقرآن، نجد من جهة أخرى أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والقرآن من الذكر: إنا نحن نزلنا عليك الذكر وإن له لحافظا. فالله سبحانه سمى القرآن الذكر، ولو أن هناك أسماء أخرى تعتبر من الذكر، لكن القرآن ذكر. فالقرآن له، أو أتباع القرآن في مكانين، أتباع القرآن في مكانين متناقضين: إما الأخذ بالقرآن كما قلت، الأخذ بالقرآن تلاوة وفهما وتدبرا وتمسكا وعملا، فالعزة والنصر والتمكين لمن سار على هذا النهج. ومن ناحية أخرى، على أن كل من أعرض عن القرآن، اتبع هواه أو اتبع الشرق أو اتبع الغرب وأعرض عن القرآن،
إلا قال فيه الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالحياة الضنك التي هي أقبح وصف يصفه الله للبشر الذين أعرضوا عن ذكر الله، ويكفي ما تعيشه الأمة الإسلامية في زماننا هذا وفي عصرنا هذا من ذل وهوان. يا للأسف أننا نسمع دائما أن التمسك بالقرآن، أن من تمسك بالقرآن يعزه الله، لكن العكس صحيح، أننا نحن الآن نعيش الذل والهوان ومعيشة لا نحسد عليها. القرآن سيقول قائل أننا متمسكين بالقرآن، والقرآن يتلى في المساجد، والقرآن يتلى في المآتم، والقرآن يتلى في الحفلات، والقرآن يتلى في المواسم، والقرآن يطبع في المطابع، القرآن يوزع مجانا عن الأمة، والقرآن موجود في المساجد عند في الرفوف. إذن نحن أمة القرآن ومتمسكين بالقرآن. أقول بأن رغم هذا وذاك فنحن لم نتمسك بالقرآن بل أعرضنا عن القرآن. نعم، ولهذا إعراضنا عن القرآن هو الذي جعلنا نعيش ما نعيشه، ولا داعي لذكر ما نعيشه، لأن الأمر أوضح من أن يوصف، الكل يرى والكل يحس إن لم يعيش أوقاتا صعبة وأوقاتا مؤلمة وأوقاتا مؤسفة وأوقاتا حقيقة تدمي القلوب وتدمع الأعين، ويتأسف الإنسان أسفا شديدا عن ما نعيشه ونحياه وما نرجو أن يتغير حال هذا الحال ويرفع الله سبحانه وتعالى هذا البلاء. نعم، ما نعيشه لا يجهله أحد إلا من سفه نفسه، ما نعيشه لا يجهله أحد إلا من سفه نفسه. نقول نحن عرفنا عن القرآن، وكيف عرفنا عن القرآن؟ فنجد القرآن الكريم ينهى عن الربا ويقول لنا: أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. إذا رأينا إلى واقع بلاد المسلمين ماذا نجد؟ بنوك ربوية، معاملات ربوية، قروض ربوية، فالموظفين مسلمين، والذي يقترض مسلم، والذي يشهد ويكتب مسلم، والذي يشجع وينادي ويدعو ويحث الناس على التعامل بالربا مسلمين. مع الأسف أن البعض نجدهم في الصفوف الأولى من في المساجد، هذا حالنا. فأين نحن من تمسكنا بالقرآن؟ أين نحن والقرآن؟ فالقرآن في واد ونحن في واد آخر.
فالقرآن في ضفة ونحن في ضفة أخرى. القرآن يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجزام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لا في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين خمارات ومصانع، مصانع للخمور ومحلات لبيع الخمور، فالبائع مسلم والمشتري مسلم والذي يوفر السلع مسلم والذي يشتغل في المعامل مسلمين، والذين يشربون تلك الخمور مسلمون. إذن أين القرآن عند هؤلاء وأولئك؟ أين القرآن؟ فالخمور تعصر في بلاد المسلمين وتنتج في بلاد المسلمين وتصدر من بلاد المسلمين، تصدر من بلاد المسلمين. إذن فأين نحن من هذا القرآن؟ فنحن ندعي ونكذب على أنفسنا ليس على الله، بل الكذب هو على أنفسنا. نقول بأننا أمة القرآن، نعم أنزل القرآن علينا لكن أعرضنا عنه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نحن نقرأ هذه الآية ونمر عليها لكن نقول أن هذه نزلت في بني فلان وبني فلان، ونزلت في كذا وكذا، ونلقي اللوم عن أناس نزلت فيهم تلك الآيات. لا بد للإنسان أن ينتبه أن القرآن الكريم الأصل أنه نزل ليعالج مشاكل الحياة الدنيا من يوم ما أنزل إلى يوم القيامة، فهو لا يخص زمان أو مكان. قد توجد آيات لزمان ومكان، هذا لا نكره، قد توجد وهي موجودة بالطبع في القرآن الكريم، آيات لزمان معين ولمكان معين، ولا تنطبق على زماننا أو مكان ما، فقد تطبق في مكان ولا تطبق في مكان آخر. لكن الأصل في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنا أرسلناك للناس بشيرا ونذيرا، يعني للناس إلى يوم القيامة في كل زمان ومكان. فلا نغتر عندما نقرأ آية من القرآن ويذكر في التفسير أنها نزلت في حق فلان. نعم نزلت في حق فلان، لكن سبب النزول لا يعني أنها لا تنطبق عنا اليوم، كما يقال عند الفقهاء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب يكون واقع معين، لكن معالجة ذلك الواقع لا يعني أنها خاصة به، إلا في حالة خاصة وقليلة جدا جدا في القرآن الكريم. هذا من ناحية، ثم من ناحية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لكن هذا نهي من الله عن التبرج وإظهار المحاسن، لكن ماذا نرى في بلاد الإسلام؟ ماذا نرى في بلاد الإسلام؟ ألا توجد عاريات عاريات، وليس كاسية عاريات، بل عاريات عاريات، عاريات عاريات، مائلات مميلات، ومن هن؟ أزواج المسلمين، بنات المسلمين، إخوان من أخوات مسلمات، يعني فهم مسلمون، ربما يخرجن من المساجد يؤدين صلاة الجمعة،
أو صلاة الفرائض المكتوبة الأخرى. وإذا به التبرج والعري وهلم جر من المفاسد، أن الله أمرنا أن أمر بالستر وأمر بالحجاب وأمر بعدم إظهار الزينة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفان، تفسير لقول الله تعالى إلا ما ظهر. ومن المسلمين من قال خلاف هذا، لكن الأرجح والله أعلم أنه أن النبي عندما قال لا يحل لامرأة بلغت أو إذا بلغت المرأة المحيض لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفان. إذن ما بال هؤلاء المتبرجات؟ فهم والسكارى، وهم يعني السكارى والمتبرجات والمتعاملين بالربا والعاملين في معامل الخمور والراضين بتلك الحالات والمطمئنين لتلك الأنظمة، كل هذا إعراض عن القرآن وابتعاد عن القرآن وهجران للقرآن. يا رب كما قال القرآن باسم نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، قال يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم، هجرنا القرآن في كل نواحي الحياة إلا من رحم ربي، فرحمة الرب موجودة عند البعض، لكن الأغلبية الساحقة أعرضت عن القرآن وابتعدت عن القرآن وهجرت القرآن. إذن أين نحن من هذا القرآن؟ أولم يقل القرآن وأن أحكم بينهم بما أراك الله؟ وقال الله سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، واحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فأين نحن من هذا؟ نجد في دساتير العالم الإسلامي كل أنواع القوانين، كل أنواع الدساتير إلا القرآن. فهناك دساتير نابليون، قوانين بونابارت، قوانين موتسكيو، حمورابي وكارل ماركس ولينين وستالين و يعني فلاسفة ومفكرين ومشرعين وعادات وأعراف وأقوال، إلا القرآن. القرآن يكتفى به في أول الصفحة بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ما تحتها يتناقض مع بسم الله الرحمن الرحيم. نجد في أول الدستور بسم الله الرحمن الرحيم دين الدولة الإسلام، نقطة نهاية وكفى. أما من بعدها فلا أثر للقرآن ولا أثر لأحكامه، سواء في المعاملات أو في يعني في الشركات أو في التجارة أو في الإجارة. أو أفحكم الجاهلية يبغون؟ إذن الإنسان كما قال من قبل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، قال عن الحكم أفحكم الجاهلية. إذن لكل هؤلاء وأولئك نصيبهم فيما يحدث. وهكذا نجد في دساتيرنا ديمقراطية عفنة واشتراكية ملحدة وعادات وأعراف فاسدة وقوانين رأسمالية باطلة ونظام اشتراكي أدهى وأمر
وأقوال للسفلة من الناس على شكل دساتير وقوانين لتنظيم علاقة المسلمين بتلك الأقوال الباطلة. فأين نحن من القرآن الكريم؟ فأين نحن؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا كله منكر، ونحن لم نؤمن أو لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر، بل العكس، مطمئنين لما يحدث ويجري ونعيشه من فساد، مرتاحين البال، لا نفكر ولا نعمل لتغيير هذا الفساد. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى من أعرض عن القرآن فله معيشة ضنكا. فالله سبحانه لعن قوما لأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. فاطمأنوا إلى الفساد ورضوا بالفساد، فلعنهم الله، ومنهم من أخزاهم الله. ثم نقول وندعي أننا أمة القرآن. هذا سيقول قائل أن هذا نتيجة الغزو الفكري، هذا نتيجة الغزو الفكري. إن وجود الغزو الفكري واقع موجود حقا، لكن أقول أن الغزو الفكري لو لم يجد ذلك الغزو الفكري لو يجد عقول فارغة، نفوس خائنة، قلوب مريضة، لا ينجح في غزوه الفكري، لا ينجح في غزوه الفكري. لكن بسبب خيانة البعض جعل ذلك الفساد يستفحل في الأمة الإسلامية. ولكن أقول آية من القرآن، وأن الأمة الإسلامية فيها الخير، والخير آت، لا نفقد الأمل بالله ولا نيأس من رحمة الله ما دام هناك مسلمين مؤمنين يعملون جهدهم لإحقاق الحق وإبطال الباطل، فالله سبحانه وتعالى يتكفل بالباقي. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. النصر آتي، لكن التوبة مأمور بها، فالتوبة هي الشرط للتمكين. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، والشرك ليس السجود والركوع لغير الله سبحانه، فالسجود يكون في كل مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، الشرك يكون في كل أمر يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. أختم قولي بهذه الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، نعم لذكر الله، لهذا القرآن ولاتباع الذكر لاطمئنان إلى
ما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن وفي السنة والإسلام بصفة عامة، نعم، أن تخشع قلوبنا لهذا الأمر وترتاح أنفسنا لهذا الخير العظيم الذي هو القرآن الكريم، أن نكون مطمئنين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا نطمئن إلى ما نعيش فيه من أموال، وإن كان الأمر مطلوب مرغوب أن نكسب الأموال ولكن بالحلال، لا نطمئن إلى الملاهي وإلى ما تأمرنا به أنفسنا الأمر بالسوء، لا نطمئن إلى هذا، بل نطمئن، يطمئن الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسرته حسنته وأغضبته أو أساءته سيئته فهو مؤمن. لا نكون العكس، بل الإنسان يفرح عند القيام بحسنة ويحزن عند القيام بالسيئة، ويستغفر ربه ويرجع إلى الله سبحانه عز وجل. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ولم يصروا، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالرجوع إلى الله هو الأصل، والتوبة هي الأصل، والتمكين يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ما نزل من الحق؟ الحق هو القرآن، وما أرشد إليه القرآن، وما نص عليه القرآن، وما أمر به القرآن، وما نهى عنه القرآن، فهو الحق وغيره باطل. فماذا بعد الحق إلا الضلال، كائنا من كان، اشتراكية أو ديمقراطية أو حرية أو عادات أو أعراف، فإنها ضلال مهما كان قائلها، ولا يهم من قالها، ما دامت تناقض القرآن فهي ضلال من الحق. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أقبح عقاب يعاقب به الله عباده هي قسوة القلب، قسوة القلب أقبح عقاب يعاقب به الله سبحانه عباده. فمن أبغضه الله ومن كره الله لقاه أن يجعل قلبه قاسي. فإذا رأى الإنسان أنه لا يتعظ بالبواعظ ولا يرتدع بما يراه من آيات الله سبحانه وتعالى، وما يسمع من أحاديث وما يسمع من مواعظ وإرشادات، لا يتعظ ولا يرجع إلى الله، ويستمر في شرب الخمر وفي الربا وفي التبرج يستمر في ذلك الفساد ولا ينتهي، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى ضرب قلبه بعقاب أسوأ من عقاب، وهو قسوة القلب. عليه على الإنسان أن يراجع نفسه ويرجع إلى ربه ويستغفر ويتوب إلى الله سبحانه، والله هو التواب الرحيم. الله لا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الفسوق، ولا يرضى لعباده الفجور، ولا يرضى لعباده العصيان، ولا يرضى لعباده التمرد عن أمر الله سبحانه وتعالى. فإن أخطأ الإنسان وتاب ورجع فالله يتوب عليه، والله يتوب له، والله رؤوف رحيم، والله رؤوف بالعباد. رحمة ربي وسعت كل شيء، وعذابه يصيب به من يشاء. والخير في هذه الأمة، أنا لا أعمم هذا القول على الناس جميعا، بل الأمة فيها الخير، والخير موجود وهو معلوم ومعروف عند الكثير من الناس. فنسأل الله أن ينصر أهل الحق وينصر أهل التقى والهدى، وأن يهدي من عصى وتمرد عن أمر الله سبحانه، أن يهديه إلى الطريق المستقيم، وأن يهدينا معهم إلى ما يحبه الله ويرضاه. نسأل الله أن يوفقنا إلى الخير ويعيننا عليه ويبعد عنا الشر حيث كان، ونسأله سبحانه أن يتجاوز عن سيئاتنا ويتقبل أعمالنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.